أنا لازم أتدخل. مدام؟ سيمونيكا، شو جابك؟ لقيت في مشكلة بالحسابات فقلت لازم أسألك، يعني أنا بدي مساعدتك. شفتك جاية لهون فأجيت وراكي مشان أسألك عنهم. ليكي، رح ساعدك بالحسابات بعدين، أنا هلأ مشغولة شوي. مدام، شوفي شكلك متوترة كتير، في شي مشكلة؟ الحقيقة بما أنك هون، إيه في مشكلة كبيرة. أنت فيك تساعديني فيها، تعالي معي شوي. إيه أنت فيك تساعديني؟ إيه بساعدك، بس شو المشكلة؟ شكلك قلقانة كتير وخايفة. سيمونيكا، بتتذكري لما خبرتك إنه في حدا عم يحاول يقتل زوجي أبي؟ إيه، بس شو اللي صار هلأ؟ أنا بعتقد إنه هذا الشخص هلأ عامل خطة جديدة لحتى يقتله. كيف؟ خطة؟ خطة شو هي اللي عم تحكي عنها مدام؟ اللي عم يحاول يقتله لأبي حط سلك الكهرباء بخزان المي تبع البيت. وانت كيف عرفتي بهالشي؟ قصدي أبي راح يتحمم، هو منيح؟ صار له شي؟ لا، هو ما صار له شي، أنا منعته إنه يفوت على الحمام، خفت عليه كتير. ايه منيح. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.